تكون شكلت لجنة برئاسة محافظة سليمانية وعضوية مختصين في المجالات المختلفة للتحقيق في الحادث. التحقيق في الحادث ولماذا لم تكن إجراءات السلامة المطلوبة في هذا الفندق وفي هذا المبنى موجودة بالشكل المطلوب، وأيضا التحقيق في كيفية أداء أجهزة الإطفاء والأجهزة الأخرى المعنية مع الحادث، وتحديد المقصرين إن كان هناك مقصرين، يقينا هناك مقصرين في هذا الموضوع. والآن أيضا نكون في اتصال مع السفارات المعنية لإخبارهم بهويات الضحايا وكي نقوم بالإجراءات المطلوبة لإعادة رفعة الضحايا إلى بلدانهم. Last night there was a fire in this hotel which contained number of people. The number of injured people was 22 and the number of killed people was 29 from different areas, different countries. Now in the hospital remaining only 71 and all of the other injured patients go back to home.